من اليوم عقود نجاعة تلزم المسرح الوطني الجزائري وثمانية مسارح جهوية تخص وهران ومستغانم وبسكرة وتيزي وزو والعلمة وسيدي بالعباس وسعيدة وأم البواقي، وهي عقود تضمن السير الحسن لهذه المسارح وتضفي نجاعة أكبر على التسيير الإداري والفني. عقود النجاعة التي تضع المسير الثقافي أمام التزامات وتشترط فيه الكفاءة مسبقا وتراقب أداءه بشكل دوري، هو إجراء يحول المسؤولية من تشريف ودرجة إدارية إلى تكليف واختيار حقيقيين. العمل والتعامل بعقود النجاعة هما حماية لنا، تحفيز لنا، احترام لقطاع الثقافة واحترام لخدامها. هذه العقود تحدد الحقوق والواجبات وهي مشتركة في الهيكل التنظيمي، لكن حيث الأهداف فهي تراعي خصوصية كل مسرح، مدتها عامان قابلة للتجديد أو الفسخ من خلال التقييم المستمر.